ايوه، شو صار بعدين؟ ما صار شيء، اتصلت عمته بعمه ابو حمدي وقالت له يجي لعنا لهم من بعد ما دخل ابوك على غرفته. لك شدي حنكك، انت عم تحكي معي بلح. انا رجال بالبيت، حكي عم تضحكي؟ انا رجال بالبيت، فهماني؟ ليش تخانقوا؟ ما فهمت شيء. ولك حط عينك بعيني عم بحكي معك. عم تضحكي؟ لك مو معبي عينك، مو معبي عينك. يا اما انا رجال بالبيت، فهماني؟ يستر اختك، حكت اختك معي حالك يمك شايلها وشو بدك اعمل؟ ما بعرف، الله يصلحك يا امي، هلا وقتك؟ صبحي بركض ما انا جاي لهون. وبركض اجيت لهون. يا لطيف شو بدنا نعمل هلا؟ لو فينا نحكي مع ربحي كنا عدنا اتفقنا لقينا شي حل. قولي 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 اذا دريت عمته بهالقصه، قولي حينقلب البيت فوقاني تحتاني اكثر ما هو مقلوب. على فرض اجت امك لهون، ما لازم حدا يشوفها، لازم تشحطيها شحط على الغرفة، فهماني؟ شلون بتعدي بتحقيها؟ فهمتي؟ فهمت. وربحي شو بدنا نعمل معه؟ لك شو بدنا نساوي؟ شو بدنا نساوي؟ لك ان شاء الله بتساوي تحتنا منيح. انا رح اروح لعند ربحي مشان اتفاهم انا وياه، انت بتروحي بتحكي، شو بتحكي؟ ما بتحكي مع حدا، بتروحي بتستني امك قدام باب الصاله، بتحط الكرسي بتقعدي بتستنيها، شو فهمتي؟ ماشي الحال مشان ما تدق الجرس يحسوا عليها. فهماني؟ فهمنا بقى العمى. انا رجال البيت. لا ما لك حق تقول لبنوب هيك حكي بصبحي، ما لك حق ابدا. يعليم الله ام حمدي عليها لسان بطالع الحي من سابع ارض. اسالني الي. قل له ابو حمدي، قل له. قال انا كلامي دج. شو قصدك ابو حمدي عم تسبني بوشي؟ يخرب بيتك من حالك الهي. انا اعوذ بالله، انا قصدي عم اقول عنك انك ملسني، يعني كلامك حلو. قطر قطر ابو حمدي قطر. كذاب. ولي علاقتك من طريقه حديثك باين انك كذاب. صبحي حكي الاكثر، الله يوفقك. انا مالي قدها، انا عم امدحها يا ابو صبحي. خلصنا شكري، خلصنا. شو هيك اليوم؟ قبل بساعه كنتي مثل السمنه على العسل، شو اللي قلبك؟ صف معه اخي، يلا صف معه. قبل شوي كنت عم تقلي كلامك دج، بس انا الغلطانه اللي قعدت. وانت يا ابو حمدي، انت يا ابو حمدي حسابك معي بالبيت بتشوف. دخيلك دخيلك يا ابو صبحي، انت 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 فهمت معرفتك. علي بالله انا ما قصدت شيء، قصدت اني امدحها ووقف معها. اختي عادي ما تروحي مشان الله. دخيل الله كرماله انا رح بقعد، لكن بس من هلا ها انا من طريق وانتو من طريق. لا يا ربحي لا، بعد ما اتفقنا بتقلي انت من طريق وانا ولولو من طريق؟ خس خس. اسأل حالك شو مخبيين علي. يا بتخبرني شو مخبيين انت ومرتك؟ يا اما اخي خلاص، كل واحد من طريق ومنشوف مين بيربح. يا صبحي منشوف. لك شو تربح ما تربح، عم لعبك دق بالياردة ولا دق بينبون؟ انا حكيلي بالمنطق، حكيلي بالمنطق، تضرب بهالمنطق حبيبي. نحن مو مخبئين عليك شي، صدقني انت بتعرف كل شي ومتفقين معك على كل شي. ام لولو او بالاحرى لولو حكيت مع ام لولو مشان تدبر له عروس لابوك، وانت بتعرف بهالشي. هذا كل شي صار. هلا ام لولو عم بترشح بنات للولو، هلا لولو ما لقيت البنت المناسبة لابوك. شو الشغلة يعني كيمياء؟ قالوا صبحي لقر ولقر. انت نقشتني يخرب بيتك. شو بقى شو بدها؟ شو مخبئين علي؟ لك طلع على وشها، لك شوف وشها، طلع على المراية. تع تع تع. عنا عنا. شوف شوف على الشخصية خزيت العين. شوف شايف؟ شايف شايف أحلى بيجامات بالعالم. ليك ما ألزة، شايف درستي مثل درستك تمام وريحتها مثل بعض ما؟ ايه. لا طلع على وشك، ما مبين الآن وخايف؟ لك اما شو الآن؟ عادي عادي. يا
بخير جارتنا، بكي شي؟ رورو روح طيب حالة. ايه انا اللي قلتي. شو عم تعملي قدام مبصقة؟ ولي 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 امي شو عامل بحالك؟ شو ها؟ شو هالمكياجك؟ ما عرفت خير من صوتك. شو ها؟ موبايل اشتريته من على البسطة مشان اتباهى فيه بالسيرفيس قدام العالم. امي مشان الله وبوس ايدك داخلي على الله وعليك، رجعي على البيت ببيت وهون عم يغلي غلي. عم تقلعيني؟ يا بشو ما عليك يا لولو، انا اللي حملتك 9 أشهر في بطني وشميت الروايح تبعك بالتحفيض اللي حفظتك يا عم تقلعيني. يا بشو ما عليك يا غريب تربيتي يا لولتي. يا امي ما عم قلعك ما عم قلعك، بس اذا هلا فتي بدها تشعل فوق ما لا شعل يستر على عندك. امي يستر على عندك. لا انتي من وش هيك اصلا، انا جاي اشق على عمك بدي هيك. اسمك رح تفوتي وتفوتي ما في مجال. شو رايك انا وياك هيك نفوت على اوضتنا ونقعد نحكي هيك برواق؟ موافقة. لحظة لحظة شوفي. يخرب بيتها. شوفي شو عملت لها؟ عيونك شي لعن ولو شو عملنا هيك؟ وطي صوتك لك، وطي صوتك وما تاخذنا حقك. لك شو عملنا؟ لوك جاي منك! امشي امشي خلينا فوت لجوا. مرتي الشنطة. تفضلي. هاتي شيل دمير. ليش شاطرين؟ لا مو شاطرين بس مشان ما يحسوا علينا. وري وطي صوتك. انا فوت على بيت بنتي بالحاميه. وطي صوتك. لك شو بك امي وطي صوتك. امي الله يوفقك لا تاخذيني. لك يا ريتني متت وما سمعتك عم تحكي هالحكي. يا امي مرقيني اياها هالمره كرمال النبي. لا ليش وطي صوتك امي. فوتي امي فوتي. خلص احكي بوعدك انه ما افهم غلط. ما رح افهم غلط حبيبي احكي. صدقني ربحي صدقني ها نحن ما لنا متفقين على شيء بس الموضوع مو بايدينا. قولي يعني شغله كبيره طقت لي مراتي. لو صح احكي بدك احكي. اخي بعرف انك حتفهمني غلط بس انا بدي احكي لك مشان تتاكد انه نحن ما لنا متآمرين عليك. وعدني ربحي وعدني. شو وعد؟ كمان ما سمعت. لا وعد ما فكر انكم متآمرين علي احكي. يا اخي يعني في شغلة اخي ما عم تطلع معي. لازم نزع عليك شوي. ليش تنزع علي؟ بعد اسم الله عليك بعد بعد. لا اخي لازم نزع عليك حتى فهمك الموضوع. حتى مو بس هيك لازم كمان سد لك تمك عشان ما تصرخ. هذا يا ليش اصرخ؟ اتركي شوي ايدي. اتركي ايدي انا حساس كتير. ها هذا بعد ما اتفقنا نحن مع ام لولو مشان تدبر عروس لابوك. اخي ما في مجال لازم سدلك تمك. شو هالحكي هات احكي بالاول. اتفقنا مع ام لولو. ايه اخي ما لك ينفخوا قلبك ينفخوا قلبك. ربخت لي قلبي. هم تاعدة ايوه في شيء اتضايقت شيء عم يجعك شيء خذ نفس ارخي كمان خذ نفس. ابلولو قررت انه لك كثير شغله حلوه تتزوج ابوك.
بنتي تركيني انا بتصرف. بس يا امي بنتي من لما حكيتيني مبارح بالليل وانا قاعده عم فكر ما لقيت يعني حدا احسن مني ناسب لعمك. شو بده يعني احسن من هي؟ انا اللي تم ياكل مالي تم يحكي منه يعني ببقى انا قريبه منك واخواتك بيضلوا معنا وبلكي الله بوفقنا ومنجوز اختك جمله لاخو ربعي وهيك منكون حطينا خبزاتنا على جبناتهم وما طالعنا حدا لبرا. ايوه وفتحي لما بيكبر بياخذ وحده من اخواتي. إلهي كملك بعقلك يا لولو. شو رأيك؟ معقولة أنت أمي؟ معقولة؟ الله يخليكي الله يخليكي لا تخربي لي كل شي عم ببني. أنت هيك رح تخربي بيتي. إيه أنا ما صدقت أنت كسبت أخواته لصبحي. طالع على أبوكي الله يرحمه ما بتفكري إلا بحالك. أنت أنانية ولك أنا بدي أفهم شو بيضرك إذا أنا تجوزته لعمك. آه أنت ما بتحبي غير حالك. لك هلكت وانا عم بشتغل على المكنه ليل نهار لحتى ربيكم. يعني ما بيطلع لي انه انا عايش يومين. لولو ساعديني تقبريني امي. وهيك امي وهيك يسرع امي خليني شلك هالباروكه وهالمكياج وهالمناكير هدول. امي الله يوفقك لا تحرجيني قدامهم ما بدي هون يهدوني مو ناقصني انا. عم تستعري مني؟ احكي الصدق لولو مين احلى انا ولا هنجل اللي اسمها الدكتوره طما؟ اشو كان ناقصني يعني غير الاحمر والاخضر وهالبيروكي وهالبرينكير لحتى انا اطلع احلى منها؟ احكي لشوف شو رايك بتيوري؟ امي انت سخنانه شيء؟ امي ايديك هيك هلا عم تقولي سخنانه بكره بتقولي انا جنيت. اسمعي لولو اذا ما بتسعيدي بعمك لا انت بنتي ولا انا اعرفك فهمانه؟